نظل التحضيرات هي تحضيرات عادية جدا طيله الاسبوع، وين قمنا يعني بالحصص التدريبية المبرمجة خاصة بعد المباراة الاولى اللي يعني انتهت بهدف لهدف. نظن ان اليوم فريق المولودية ما عندوش حسابات، اليوم كل شيء واضح. مرحلة اولى بتعادل ايجابي، بقات 90 دقيقة هي المرحلة الفاصلة لتأهل النصف النهائي. نظن بلي المعنويات راهي مرتفعة، الاستقبال كان حار، السفرية نفس الشيء كانت في المستوى ما عدا يعني بعد التأخر في الطائرة، ولكن نشكروا يعني مسيري الوداد على الاستقبال، وحتى يعني في النزل وحتى في الحصة التدريبية اللي قمنا بها يعني كل شيء كان موجود. هذا الشيء يعبر على يعني العلاقة الوطيدة بين الفريقين والناديين العريقين اللي يعتبروا يعني جيران وإخوة، عندهم تاريخ كبير في الكرة الجزائرية، ولكن 90 دقيقة هي المنافسة. نتمنى إن شاء الله أن المباراة تروح في روح رياضية عالية، مباراة صعبة جدا يعني على الفريقين، وإن شاء الله الأحسن فوق الميدان هو اللي يتأهل ونبركوا له مسبقا للنصف النهائي. مباراة الذهب كما ذكرت كانت يعني تعادل هدف لهدف، ولكن الأمور ماهيش محسومة، حتى وفوزنا في ملعب 5 جويلية. نظن باللي 90 دقيقة اللي موجودة في ملعب محمد الخامسي اللي راح تكون الفاصلة، هي راح تكون النهائي، وهذا الشيء اللي حضرنا احنا عليه اللاعبين. من هذا الجانب ذكرت باللي المولودية ما عندها حتى حسابات، اليوم عندنا 90 دقيقة تنتظرنا، 90 دقيقة تاريخية، ما نخسر ولا شيء في هذه المباراة. ندرك باللي المباراة راهي صعبة جدا، ولكن ليست مستحيلة، هذه كرة. نظن باللي طموحنا كبير كثير، يخصنا هدف، متأخرين بهدف، لازم نسجل هدف في هذه المباراة على الأقل باش نعاود نرجع يعني إلى أرضنا، نطمحوا للتأهل، ومن بعد إذا كان سجلنا هدف راح تتغير الأمور كلها. هذا الشيء يعني اللي وجدنا اللاعبين منه، أننا عندنا هدف لازم نسجلوا، كيما الوداد سجل في ملعب 5 جويلية، حنا قادرين نسجلوا في ملعب محمد الخامس. وما يخفالكش يعني بصفة عامة على الورق ممكن الوداد عنده فريق، ولكن اليوم عندما نشوف الموسم الاستثنائي هذا، وين موسم الجماهير غايبة من المدرجات، وحنا نعرفوا باللي الجماهير هي اللي تخدم الفارق، كما في الوداد ولا في المولودية ولا في الأهلي ولا تي بي مازامبي ولا يعني الفرق الكبيرة، دائما الجماهير هي اللي تخدم الفارق، وهي اللي تكون يعني عندها نسبة كبيرة في النتائج. اليوم راح نلعبوا بدون جمهور، ورانا شفنا يعني عدة مباريات وين عندما يكون غياب الجمهور تسقط هذيك الأسماء، ويولي مستوى الفريقين يولي متقارب، تبقى الفارق اللي يخدموه هو الروح القتالية اللي تكون في كل ميدان، الرغبة تاع اللاعبين اللي حابين يتأهلوا. وإن شاء الله احنا عندنا رغبة كبيرة، خاصة أننا نعرف مسؤوليتنا، واجب علينا اليوم رانا عندنا مسؤوليات كبيرة أمام الكرة الجزائرية اللي لازم نمثلوها أحسن تمثيل. ثانيا لازم نعطي صورة جيدة للمولودية وتاريخها، وخاصة الجماهير العريضة تاع المولودية. فريق الخصم معروف يعني هو كتاب مفتوح لكل المدربين ولكل الفرق، نفس الشيء بالنسبة لنا احنا، حتى احنا خلاف كتاب مفتوح اليوم في الكرة كل شيء معروف. حقيقة شفنا باللي وقفنا على مباراة الذهاب وحتى المباريات اللي قام بها الوداد يعني خارج الديار وداخل الديار في رابطة أبطال إفريقيا، شفنا باللي فريق اللي منسجم، عنده نقاط قوة مثلا في الفرديات، خبرة عند اللاعبين، حتى يعني في وسط الميدان والهجوم اللي عنده فرديات قادرين يخدموا الفارق في أي لحظة، مجموعة منسجمة، كاين توازن بين الخطوط. بالنسبة يعني نظن بين نقاط الضعف تاع الوداد احنا نخليوهم لينا، انا بصراحه ما نقدرش نوري كل شيء، ولكن نعرف باللي راح نواجهوا فريق، كل فريق عنده نقاط قوه ونقاط ضعف، وحنا راح نحد من قوه النادي ومن خطوره الوداد، خاصه في الفرديات مثل الكعبي، اللافي، اونجم، حتى وسط الميدان الحسوني، الكارتي، جبران. نظن باللي عندهم لاعبين اللي قادرين يعني بصراحه عندهم خبره كبيره، ولكن هناك نقاط ضعف اللي راح نخدمنا عليهم، وحتى قليله نقاط الضعف، ولكن احنا راح نخدموا عليها جاهدين باش لما لا نقدروا نباغتوهم وتكون ان صح التعبير مفاجأة بالنسبة للجميع، لأن حقيقة عندما تخدم مباراة الذهب واحد لواحد يعني راح تكون مفاجأة، وحنا بالنسبة لنا ماهيش مفاجأة، في كرة القدم كل شيء ممكن، 11 راجل 11 راجل كما نقولوا احنا في الجزائر، وإن شاء الله الأحسن هو اللي يتأهل. نقول لك مقابلة في الآلي كانت مقابلة صعيبة شوية لينا، وين قدمنا اللي علينا، وين
وين عرفنا تاني كنا منتهزمين وعاودوا لينا في النتيجة، كنا قادرين نسجلوا هدف تاني، مي الحمد لله ربي ما كتبش. مقابلة كما قلت لك كانت صعيبة، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله هنا نبريبارو إن شاء الله الماتش تاع دوما إن شاء الله، إن شاء الله باش نكونوا على وتر إن شاء الله ونقدموا مقابلة خير من اللي قدمناها في الملعب تاعنا إن شاء الله. الوداد معروف هجوميا، وين كما يقول لك لي ماتش اللي تفرجتهم أنا كلاعب شفت القوة تاعه في الهجوم، وين شاك ماتش يسجل 3 أهداف 2 هدفين، هذا الشيء هذا اللي نعرفه على الوداد، وإن شاء الله إن شاء الله نكونوا في الموعد هذا وإن شاء الله نكونوا مقابلة جميعا. بيان سير ما يخفالكش عندنا بزاف ما كناش في القمة وين في هذا الشامبيونز ليغ، ان شاء الله هذا العام ان شاء الله رانا معولين ان شاء الله باش نكونوا في المستوى ونشرفوا ثاني الفريق اللي انا نلعبوا فيه، فريق كبير وعريق، وان شاء الله في السنوات الاخيره وين انا نشوفوا ثاني زوج فرق شباب الوزداد ولا احنا مولي الجزائر، انا نشرف في الكارد فينا هذا الشيء يشرف كل الجزائريه، وان شاء الله يا ربي منا ومن هذه الاعوام ان شاء الله نكونوا في المستوى في الإفريقيا إن شاء الله.